السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي فراخ مشوية بلبس الرمان. ازاي؟ مش عارف. هم قالوا لي اعمل كده وهنفذ التعليمات. اشوف مقاديري كتبوا لي ايه؟ فرخة منزوعة العظم يا حول الله، من اولها كده بهدلة. وبعدين طماطم وبطاطس وبصل وكرفس وجزر، كوسة، توم، كزبرة خضراء، فلفل الوان، دبس الرمان، زيت، ملح وفلفل، ونديها شوية كمان ليمون. يلا ما خسرناش حاجة. هنعمل ايه؟ هننزع بقى العظم بتاع الفرخة. بتصعب عليا الفرخة لما تيجي على الصبح كده ونفضل نبهدل فيها. عايز اقول لحضراتكم ان احنا عشان نخلي الفرخة طريقتها سهلة جدا وجميلة. بعمل ايه؟ اروح جايب كده من النص. انا عايز ما بهدلهاش قوي عشان احس ان انا باكل في الفراخ كده. اهو فتحتها كده نصين اهو، خبطة بسيطة كده عشان اطلع القفص الصدري بتاعها. اجي هنا افرد دي كده واروح جاي الناحية التانية فردها نفس الفردة كده. اروح عامل كده اهو، كده اهو. ست كريمة صباح الفل. صباح الفل يا كراميلا. والله العظيم بجد اقول لك ايه، بس وحشتنا. ولما الحلقات بتبقى معادة بيبقى اليوم كده يعني دب دمها بايخ زي لا اسم الله عليك، ما تقولش كده. صباح الفل. انا امبارح شفت الحلقة وكنت يعني بجد بالليل سمعتها في الإعادة، كنت هتجن كده عشان أكلمك وأقول لك تسلم وتعيش وربنا يكتر من الناس اللي عندها إحساس وضمير وبجد ربنا يجعلك دايما كده للناس الغلابة ويخليك لينا وتمتعنا بكل الحاجات الحلوة اللي بجد الناس بتخبيها ومش بتقولها. هي مش حتة إن أنت مثلا يعني بتتفاخر إن أنت عملت كده، لا ده اللي ربنا أولا قال عليه ورسولنا والصحابة والقرآن وديننا قال عليه. يا ريت إن الناس كلها تعمل كده بجد، مش هيبقى في حد محتاج ولا حد عيان لو حتى بالكلمة، بس إن إحنا يعني نقول للناس معلش حتى. والله يا بنتي بصي، بيصعب عليا إن يعني أصل أنت عارفة المشكلة في إيه؟ ان الناس دي ايديها طايله. يعني انت راجل عندك شركه يعني مش صيدليه ولا كتير، ده جدا انا مش عايز اجيب اسمها لان انا زعلان منهم، ولو هم ما ظبطوش هقول اسمها على الهوا عشان اوقف حالهم. لكن هم على ما اعتقد لو حسوا يحسوا بالناس الغلابه. بس انا عايز يا جماعه الشبعان يحس بالغلبان، مش هقول اكتر من كده. حرام كده احنا بهدلنا الفرخه بالمنظر ده. هنا دي دايما بيبقى مراكز الدم هنا، بحاول افكها. ده مركز دموي اللي هو تحت القرقوشه دي. طيب انا بسخنها طاسه حامي قوي اهي كده، بس اخليها طاسه حاميه قوي. افك الحته بتاعت الكتف دي عشان دي برضو تستوي معايا اهو. نعم يا فندم. عم الحاج والنبي التليفون ظبطت التليفون. طيب يا عم طارق. ايوه يا عم ادي ليمون. سلام عليكم عم طارق. الله يخليك عم الحاج، الله يكرمك. صباح الفل على عيونك يا عمي. الله يخليك ابو الحاج، الله يديك الصحه. امرني يا عم طارق. الامر لله. انا عايز بس اهني ولادي كده، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين بعيد ميلادهم كده. ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك ويخليك ليهم وتبقى دايما في وسطيهم. عم الحاج طارق بشكرك على اتصال حضرتك الجميل. طيب هنا بقى هنا على فكره يا جماعه، والله الست ام سيف بنقول لها الحمد لله بالسلامه، كلمتني النهارده الصبح والحاجة محمد راحت لها
امبارح اول ما جت من امريكا، فالحمد لله رب العالمين، ربنا تم شفاها على خير، بس كان في اختلاف في التشخيص، والحمد لله الست طلعت زي الفل وصحتها حلوه الحمد لله، صلاه النبي احسن، مش بنحقد عليها ولا حاجه، ده احنا فرحانين ليها، وبقول لها الحمد لله بالسلامه، نورت بيتك وفي وسط اخواتك وفي وسط عيلتك. ايوه فن. الو ست ولاء، شربيني ست ولاء، سلام عليكم. ازاي الصحه؟ عليكم السلام. في نعمه والله ست ولاء. منال ست منال. ايوه اتفضلي يا فندم. انا بشكرك جدا على اللي انت بتعمله لنا كله. لا شكر على واجب، ده تحت امركم. ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب، انت وابنك علاء يا رب على الخير اللي بتعملوه. ربنا يبارك فيك يا حاجه، اتفضلي اموريني. الامر لله. ممكن انا بشكرك على كل حاجه بتعملها لنا، انا عايز ابعت تهنئه لاولادي. يا فندم ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم ويملوا عليك الدنيا. الله يخليك، علياء وعنايه الله، ومحمد وخطابهم محمد عنتر ومحمود ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك يا ست الكل، اكيد سامعينك دلوقتي، وكل سنه وحضرتك طيبه. هو مين يا اولاد يبعت لمين؟ مش هم المفروض يبعتوا له عشان عيد الام كل سنه طيبين، ولا هم مش عايزين يتكلموا ويخسروا مكالمه؟ ده من الاب والام كده يا عيني غلابه، هم اللي عندهم مبادره في كل حاجه، لكن الاولاد ده ما بيبقى قلبهم جامد شويه. لا هم بيقولوا هيعملوا عيد الاب، بس امتى الله اعلم. ما فن انا عارف اخويا، مش عارف يا اخويا، هو الاب بس في مصاريفه بس، لكن في الاعياد لا. ماشي كده، هنا اروح اقلبها على الوش التاني، بس اقلبها ازاي؟ دي جامده قوي. يلا اوعى سكه والطريق. طيب هعمل ايه تاني يا سيدي؟ اليوم ده جميل، والنهارده حلقه حلوه وممتعه يا رب تعجب حضراتكم، عايزين نعمل حاجات حلوه جميله ليكم ان شاء الله. كده نعمل ايه بقى يا سيدي؟ ادي كده اهو، ده البصل. طيب برضو عندي هنا شوية زيت، ونقوم بقى عاملين ايه كده اهو، ده البصل. اوعى كده، ده التوم بتاعي سليم اهو. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني، مش هعمل حاجة لما نرجع سوا. فاصل اوضة المحطة ولا تروح في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وكده نعم يا فندم، حطينا كل الخضار كده اهو على النار، وادي البطاطس مع فلفل الالوان اهو كله، وعندي الفرخه على الشوايه، يعني ما عملناش حاجات غريبه ولا حاجه، هو كله زي الفل. وادي طماطم في صوص، ونصلي على الحبيب اهم حاجه، ولسه نديها شويه زعتر. نحط كله مع بعض اهو. طيب هنعمل ايه تاني؟ ادي الطماطم بتاعتي عشان ما تسيحش مني، شوية الزعتر الحلوين
يا ست الحاجة صباح الخير. صباح الفل عليك يا شيخ. الحمد لله بالسلامة يا ست الكل. الله يسلمك، كل سنة وانت طيب، وشكرا شكرا الله يخليك. والله الناس فرحت ان انت ربنا يقومك بالسلامة وبقيتي زي الفل. شكرا. واجر وعافية عند الله، انت كنت زي الفل كده كده، بس طبعا الشباب بيخافوا عليك شوية. خوفوني. بيخافوا عليك، ما انت الاساس بتاعهم. الله انت الاساس فلازم يخافوا عليك، ده اشكروا. يخليك. اه والله يشكروا ان هم جروا بيك. يا رب يبارك فيهم هم والشباب كلهم يا رب. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. الله يحفظك، الله يحفظك. ربنا يخليهم لك. يا رب تعين، لقيت نفسي في الطيارة والله العظيم. ربنا يخليهم لك يا حاجة، الله يخليهم لك يا رب. واختي شادي عندي. الحاجة ام محمد جات لك قالوا لي. اه عندي والله، الله يخليك. يا رب يخليكم لبعض وما تتحرموش من بعض. شكرا على سؤالك عني. الحمد لله بسلامتك يا غالية. شكرا يا حبيبي. صباح الهنا على عيون حضرتك ست ام سيف، صباح الفل، صباح الهنا. طيب كده هنا شفت بقى عملت ايه يا عم ابراهيم؟ مش عاجبك؟ وحش؟ طب شكرا يا ابراهيم. بقول لي ما طيلتش المايل يعني، انا بعمل احسن منها في البيت. شكرا يا عم ابراهيم. بس انت زي ابني وبتحب لي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ايوه كده، شفت بقى؟ يلا بقى نخش الفرن. قوم بقى ايه اهو حبيبي يا سيدنا محمد. ايه الجمال ده يا عم ده؟ ايه الجمال ده يا باشا؟ ايه الجمال ده؟ لازم اخد حبة الجوس الجميل ده. هديها نص ساعة في الفرن براحتها، خليها تشبع. كله مكرمل زي الفل اهو. نفتح الفرن بتاعنا. اللهم صلي على حضرة النبي، اللهم صلي على حضرة النبي. شوف بقى لما تلاقي فرخ زي كده بالبيشتابل والحاجات الحلوة الجميلة دي والتتبيله الحلوه، وتاكل وتستمتع بقى وتحس ان انت بتعمل حاجه. ايه امي زمان الله يرحمها كانت بتعودنا على اكل حلو قوي. الاكل ده ما كناش بنشبع منه. في موسم الفول الهراتي ده كانت دايما تعمل لنا. فين يا ابن الشبت؟ الفول الهراتي كانت بتعمله بقشره بالصلصة، كانت تعمله بالرز، كانت تعمله مشوي، كان بتعمل بكذا طريقة في موسمه. هنا دلوقتي في العصر الحالي بقى فول حراتي حاجة غنية قوي بالنسبة للناس اللي هي الهاي، والناس التانيين الغلابة اللي زي حالاتنا ما عادوش بياكلوه. أبص ألاقيه في السوبر ماركت الكيس قد كده ب 18 جنيه وب 20 جنيه. طب ما تباع العربيات الكارو في الشوارع ب 3 جنيه كيلو ب 4 جنيه كيلو. طب ما اجيب شويه افرطهم وعينهم في الفريزر تلم. يا دي انت ما تفرش عضوك عليا. ايوه كده. ما اجيب شويه واقشرهم واحطهم عندي في الفريزر. تقول لك لا اصل لسه هقشر لسه مش عارف ايه. خدنا على الايه؟ على الرحرحه. تعالوا بقى نعمل ايه؟ شوية رز لاخواتي المسيحيين. نعم يا ام شريف. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ست ام شريف. ست الحاجة ازاي حضرتك يا شيف شربين؟ في نعمة يا فندم والله.
انا بشكر حضرتك على الاكلات الجميله اللي بتعملها لنا كلها دي. الله يسترها معاك دنيا واخره. اتفضلي اموريني يا فندم. اشكرك يا فندم. ست مشير بشكرك على اتصال حضرتك، ربنا يكبر بخاطرك. طيب نشوف مقاديرنا بقى ونشتغل. عندي رز بالشبت صيامي. هو انا ما بقولش الصيام، احنا بناكل كلنا مع بعض، بس هو يعني ما فيهوش حاجه بالنسبه لاخواتي المسيحيين، يعني ناكل منه ما فيهوش اي حاجه عندي تخليني ما اكلش منه لو انا صايم. طيب عندي رز فول حلاتي اخضر، بصل، شبت، كركم، ثوم، مرق، ملح، فلفل، زيت زيتون. اعمله بقى ازاي؟ هنشوف مع حضراتكم دلوقتي نعمله ازاي. ادي زيت الزيتون اهو، ادي البصل لوحده، الشبت لوحده بيديني طعم جميل قوي، يعني الشبت بيديني طعم جميل قوي. ده مكعب مرق اهو، وادي التوم بتاعي نكسره. ده التوم بتاعي. حبيبي يا سيدنا محمد. كده بموت البصلاية خالص عشان انا عايز اعمل حاجة لها طعم يا جماعة، يعني انا شخصيا هتغدى منه. والمخرج بيقول احنا ما اتفقناش على كده. جاكل هنا؟ انت فين يا له؟ انت فين؟ انت مطبخش نفحات خالص، واخدها قشطه كده مقاوله من الباب للباب. بحاول ما تتهدي شويه يا اخي. هادي النينه السودا. تبقى الصبح يا ابني عشان عايزين ناكل عيش. عايزين ناكل عيش. مام. ها؟ هادي النينه. حسب الله ونعم الوكيل. حبه بص خليك في شغل. حبه الزعتر كمان اهم، ما بتخليه ابلهيك شويه. تسلم لي يا حبيب قلبي، وحشني يا ابراهيم. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني ولا غير المحطه ولا فيها. رجعنا حضراتكم تاني، حطينا الكركم مع البصلة مع التومة مع زيت الزيتون مع الفول الحراتي اهو كده، وادي الشبت. حبيبي يا سيدنا محمد، الشبت لوحده يا جماعة ممتع 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 ممتع. ادي شوية فلفل اسود مهببين بست نيلة، وادي معلقة ملح. كده شويه شبت تاني عشان انا بحب الشبت في الاكل، وادي الارز. كده عم ابراهيم بيقول لي ما ينفعش تديله شويه كزبره خضراء. هو لو انا ما حطيتش الشبت لكن اصل الشبت مع الكزبره الطعم هيختلف شويه معانا. احنا عايزين حاجه بقى ايه، نركز على حاجه واحده. الله
حبيبي يا سيدنا محمد، حبيبي يا سيدنا محمد كده. وادي حبة المية. على فكرة اللي دايما بقول لك هاكل ورديح وفقيري، ده اللي كان فيه الصحة الأول، ده اللي كان فيه الصحة. يعني لو جبت لحد من زمان أو أيام زمان ما كانش فيه الأمراض اللي هي منتشرة دلوقتي كلها. لو احنا فكرنا في الأمراض المنتشرة دلوقتي دي، من بعد ما كنا الناس كلها كانت بتاكل من خير أرضنا، حتى الناس كانت بتشرب من النيل. أنا شخصيا كنت بشرب من النيل، كنت ساكن على البحر كده في مبابة، والنهر كان بيعدي بيجي من الوراق وخش على مبابة، ومن مبابة وخش على إذاعة التلفزيون. كنت بشوفه جاء ومن نازل وراكب، كان بثلاث تعريف غير التذكرة. محدش يعرف الثلاث تعريف يعني ايه؟ طلعت ابيض. فالراجل بتاع النهر ده كان مع مصاحبني، عامل لك كوبايه شاي، اقول له على ما يطلع من امبابه يخش عند اذاعه التلفزيون، يروح رامي الجردل في الميه ويروح مطلعه واخد منه براد الشاي وحطه على النار وعامل الشاي، تشرب حبه شاي مفيش بعد كده، واشرب ميه، ميه نظيفه ايام الطمي. بعد ما اتعمل السد العالي الطمي اتمنع. انت كنت تمسك حبة طمية من الارض كده ما يمسكوش في ايدك، تكبش حبة كده كان ينزل من ايدك كده. حتى السمك كان ليه طعم، المية كان لها طعم، الخير كان جميل. دلوقتي بقى المخلفات بتاعت المصانع، المخلفات بتاعت المراكب السياحية المنشورة، طبعا العوامات اللي منشورة على البحر من ناحيتين، الكبريهات، كل ده المخلفات بتنزل في المية. كل سنة وانتم طيبين. فأيام زمان لا ملهاش ملهاش مزيد. طيب والمخرج بيقول لي ما تتكلمش في السياسة عشان ما تودناش في داهية، ده مش سياسة يا عم الحاج، ده بيئة، بنتكلم في البيئة. بعدين بقى أروح بقى وخلاص وأمشي. اديني فرصة يا أخي. اديني فرصة تبقى أبقى مذيع ولا حاجة. والناس تكلمنا على مشاكلهم وحاجة زي كده ونحلها. اتكلموا في البيئه، اتكلموا مش عارف كده يعني. قول لي ما انتش نافع حتى طباخ لما تنفع مذيع. شكرا، ربنا يخليك يا عم ابراهيم. النهارده رمون، ورمون فين يا ولاد؟ ده النهارده الحد صح؟ ليه في الكنيسه؟ ربنا يزيده وقوي ايمانه. نعم، مين يا فندم؟ عنده نعم، طب الله يزيده. ما هو ابراهيم هنا، هم الاثنين بيعملوا يوت مع بعض. عمالين يجهزوا لعيد الام، ويطلعوا من عيد الام يجهزوا لشم النسيم، ما بيبطلوش بعد شم النسيم، ولا دخل على رمضان. في رمضان بقى بص جاب الفوانيس وعامل فران كنافه بره، وعامل فران قطايف ويميش ويعبي بقى وبيع، ده في رمضان. في شم النسيم بيلبل البدو بيلون ويجيب ملانه وخص وبتاع وفسيخ، يطلع يجيب بيخلي اللي هو دلوقتي عاملين معمل كده دليفري مع بعض. وفي دي الام يروح يجيب شويه حاجات اوانطه كده بتاع ويحطهم في ورق كده شكله جميل ومغلفه هديه، شكلها هديه. والبنت يعني تخش على امها تفتح البتاع تلاقي حاجه بايظه ترميها في وشها، وهو سبب مين؟ ابراهيم ورمون نصابين. نعم؟ يعني هو انتوا بتعملوا لا اله الا الله. طيب برضه هنعمل شوربة البقوليات برضه. هقول لكم على حاجة، أنا متفق أنا وإبراهيم طمان وإبراهيم عز ورضوة، اليوم بتاعنا الوجبة بتاعتنا ما تعديش ال 50 جنيه. هو كده الدنيا ناشفة، أنتوا عارفين الدنيا ماشية إزاي، نحاول نقلل في المصاريف بس ناكل ناكل ونتبسط ونشبع. العيله فيها خمس ست انفار ياكلوا قوم على ضوافرهم، واكل حلو وممتع. ها
هتقول لي ازاي؟ هقول لك زي الناس يا اخي. هو انت لازم كل حاجه لحمه 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 لحمه؟ ده بروتين احسن من اللحم. عندك عدس بجبه، عندك حمص مسلوق، دول الصفرة كانوا فايدين تحت، لميته لقيتهم خدتهم معايا في السكه، شويه فاصوليا بيضه مسلوقه، شويه شعريه، البوكيه جري بتاعي بصل وجزر وكرفس ورق لور وحبهان وطماطم، مفيش داعي طماطم خلاص. انا ممكن الاكله دي اديها معلقه طماطم بوري كمان عشان تخليها حنطه كده وشويه شطه، تقوم تخلي الدنيا عندي ايه فله. ست ازيز. ايوه. السلام عليكم ست ازيز. عليكم السلام يا سياده الشيف. تسلم ايديك على الرز اللي عملته. ايه راي سعادتك يا فندم؟ انا بحس ان انت مصري صميم وبجد بقدرك جدا. الله يكبر بخاطر. بحس ان انت يعني عارف شعبي ومصري وكويس قوي وشاطر. النبي عربي. ربنا يديك الصحه. النبي عربي وحضرتك يعني احنا مسلم ومسيحي عربي يعني احنا معلش احنا اخوات. النبي عربي وانا مسيحيه وكلنا حبايب. الله اكبر احنا اخوات احنا مصريين. ما فيش فرق من مسلم ومسيحي. احنا مصريين. انا عارفه انا عارفه. بحب اصحابي بحب اصحابي من قلبي كلنا قعدنا والله الطبليه جمعتنا احنا مع مسيحي مع مسلم. اوعي ربي تسلم ايدك. اوعي حضرتك الصحه وطوله العمر. ولا حد يفكر ان في فرق بين مسلم ومسيحي ابدا. اخوات. ربنا على طبليه واحده في بلد واحده في مصر، مصر واحده مش مصريين. مصر واحده بس. كل من على الارض مصر مصري. ان كان مسيحي او مسلم او اي جنسيه ثانيه. طالما على الارض مصر يبقى مصري. اشكرك يا ست الكل، كل سنه طيبه، ربنا ما يحرمش من سؤالك الحلو. كده. ست سعاد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير بعمدة الشفات كلها. ايه ست الكل صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. يا رب يكرمك يا شيخ. كل سنة حضرتك طيبة يا فندم. حطيت زبدة بلدي على النار ونسيتها، اتحرقت خالص وبقت سودة بابا، بس ما زالت سايلة يعني. يعني هي سوء. ليها علاج؟ اه؟ ليها علاج ولا عوضي على الله؟ هي قد ايه الكمية قد ايه؟ 5 كيلو. وجايين لي من كفر الزيات وزعلان عليهم جدا. سودت؟ سودت عوضك على الله. طالما سودت ملاش علاج. اصل انا ما حطيتلهاش ملح. معلش بس هي سودت اتحرقت، المورته بتاعتها اتحرقت. هي عملت حتت ناشفه كده على الوش. طلعت قبت على الوش. سودت خالص كده ولا لونها لون الزيت مثلا يعني؟ لون الزيت بس مسود يعني، ما زالت سايله فيها لسه. بقول لك ايه، صحتنا بالدنيا وصحه عيالك بالدنيا. طب اصفيها واشوف النتيجه ايه؟ صفيها بس لو نشفت وبردت حطيها في الثلاجه، لو بردت ولقيتها غامقه زي ما هي ارميها، لو لونها فتح ماشي. اصل هي كان ليها علاج ان انا اديها شويه حلبه جواها حصى، اديها بصلايه كبيره تشف ال انا مش عايز اتكلم في حاجه بايظه يا جماعه عشان دي ارواح ناس، فعشان خاطري بلاها حبه زبده ويعوض عليك ربنا. وبس تخلي بالك بقى، سيبك من التليفون والتلفزيون وخليك جنب المطبخ، حرام يعني. ده 5 رطل سمنه دول زبده يعني بيخش لهم في حوالي 300 400 جنيه حرام. معلش عوضك على الله. اوه بص يا جماعه، مش وجع البطن اللي كان بالطبيخ. باظت باظت. لكن ليها الرمق نقدر نعالجها، لكن عدت من هنا خلاص ما تزعليش عليها. فداكي فداكي فداكي. تعالوا بقى نعمل شويه الشعريه الحلوين بالشوربه الجميله. عايزين نعمل شويه شوربه حلوين. ان شاء الله هنعملهم حلوين. عندي شعريه برضو. مش عايز اشتغل النهارده يا ابراهيم؟ احنا كنا مرتاحين منك بصراحه يعني. روح دور لك على نبحه بره وسيبنا نشتغل. طيب خلاص يعني. انا اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو غير المحطه ولا تروحوا في اي حته.
رجعنا بعد الفاصل وهنشوف الشوربه بتاعتنا اللي هي شوربه البقوليات، ونقول مع حضراتكم دلوقتي هنعمل ايه. عندي فاصوليا بيضه، عدس بني، حمص، شعريه، جزر وكرفس ومرق وبصل، زيت زيتون، كمون، ملح وفلفل. بحمر الشعريه بتاعتي اهي كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عايزين نعمل حاجه حلوه وجميله نشرب ونستمتع منها. الرز بتاعي شغال على النار اهو، الله اكبر، الصلاه على الحبيب، حبيبي يا سيدنا محمد. مهم يا جماعه، حبه الكمون دول اهم حاجه عندي، حبه الكمون دول مع البقوليات عشان عدم الانتفاخ. هوبا. ابص على الفرن بقى عشان ايه نبقى عارفين ايه بنشغلين ازاي. يا صلاة النبي احسن، يا صلاة النبي احسن. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت اطلع لك بره شوية؟ صلاة النبي عليك يا جميل. حياة النبي وحياة النبي، انفع ابقى طباخ. شلولو. يعني انا قلت لكم على 2017 هتقدم وهبقى مساعد طباخ جاي في السكه كده، في امل يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل ما حمص الشعرية حلو كل ما اديني طعم احلى. بعمل ايه يا سيدي؟ بصل وجزر وكرفس اهو. هو ده الصح بتاع الشوربة الجميلة الصيامي بتاعتنا. زي ما اتفقنا احنا كلنا بناكل في طبق واحد، يعني مش لازم بس تكون صيامي، لا صيامي لينا كلنا ناكل ونستمتع. ادي الكمون بتاعي ده، ادي شوية فلفل اسود، شوية ملح، وادي الرز بتاعنا. هو انا ما كنتش قلت عليه؟ على عيني يا فندم خدام سعادتك. ما انت جاي تعمل ايه؟ ما انت جاي تعمل ايه؟ بدل ما انت عمال تلف كده اشتغل. رامي، ست رانيا. ايوه سلام ورحمه الله وبركاته. ست رانيا، اه
حضرتك تسلم ايدك. بس انا كنت عايزه اكلم حضرتك واشكرك على اكلاتك الحلوه وكل حاجه جميله بتقدمها لنا. الله يسترها معاك يا دنيا واخره يا ست رانيا. الله يخليك يا سيدي. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك ايه؟ لا حضرتك انا كنت متصله بس اسلم عليك واقول لحضرتك تسلم ايدك مش اكتر. هي صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك. روح يا شيخ كده اهو. الناس بدا عيني بتكلف نفسها عشان تشكرني، واشكر تشكرني على واجب والاصول اللي انا اعملها، ده واجب ان اعمل كده واحسن من كده كمان. كفايه ان انتوا بس بتشجعونا كده اهو وبتقولوا لنا كلمتين حلوين، الله يكبر بخاطركم بحق جاه النبي يا رب. عايز نغرف؟ حاضر يا حبيبي، على عيني على عيني يا حبيبي، على عيني يا سيدي. بس والله النهارده الوجبه دي والحلقه دي جميله وممتعة، ممتعة. شوية مية، عايز تديها معلقة طماطم بوريه اديها، بس انا عايزها كده حلوة اهي. شوربة جميلة زي الفل. اشيل بقى كل حاجة من هنا عشان عايز اغرف. نشوف دلوقتي هنعمل ايه. طيب اروق مكاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا محمد، الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش هقدر استنى، مش قادر. انا هواياكم كله. ايه اللي حلو؟ ايه اللي حلو يا عم؟ صلي على النبي، وفي احلى من الحلاوه؟ طيب يا ست ام فادي سلام عليكم. ازيك يا سيف عامل ايه؟ في نعمه والله يا ام فادي، واموريني. احنا عاجبنا اكلك خالص يا سيف بجد، انت بتعمل حاجات تحفه قوي. الله يخليك ويكبر بخاطرك. سؤال حضرتك يا فندم. احنا عايزين نعرف طريقه عمل فراخ جديده. يعني اجدد من اللي انا عامله ده؟ تعالي كده بقى هنا. يعني في اجدد من كده يا عم ابراهيم؟ اهو قول اعمل وياكوا بس. قول لي في اجدد من كده وانا اعمل. بس هنعمل كل حاجه، اوعى تقلقي وانت معايا، هنعمل كل حاجه انتوا عايزينها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم يا فندم. انت مش مصدقني يا اخي؟ لا اله الا الله، بقالك 30 سنه شغال معايا وبشك فيها لغايه دلوقتي؟ عندك 12 سنه؟ ماشي. اجيب لك واحد ويتنس شاهد يقول لي انت بقالك كام سنه معايا؟ ها صاحبك. هو انت ايه؟ طب اسكت. وحياة النبي ما حصل، وحياة النبي ما حصل. ده لو لكم على حاجة حصلت بس قعدت طلتم بعديها. هلا هوي. الله أكبر. طيب يلا بقى نغرب ده بطريقة حلوة. انتوا زي ما انتوا عارفين انا فلاح وبشتغل عشوائي كده، وبحب ابهدل الدنيا ونهطل كده وانا شغال اهو. بص بقى يا باشا، ايه رايك في النهطله دي؟
مين؟ نمتى؟ فين هيتعاملوا فين؟ على فكرة هو ما عزمنيش. حاضر. لا انتوا بتهرجوا بقى. هشوف بقى مواعيدي. لأن عندي شغل، أنا عندي شغل. نادي النيلة. حسب الله ونعم الوكيل فيه. عم مصطفى. ايوه السلام عليكم. ازيك يا مصطفى؟ الله يبارك لك، الله يخليك يا رب. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، انا حضرتك بتصل من حضرتك من مرسى مطروح. نعم؟ مرسى مطروح. مالها؟ انا بتصل من حضرتك من مرسى مطروح. يا اهلا بيك يا فندم، ده شرف ليا. اهلا، الله يبارك لك، الله يخليك. اتفضلي يا فندم. معلش عايزه حضرتك، عايزه نمره حضرتك الخاصه بعد اذنك. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك، سيب رقمك في الكنترول. بشكر سعادتك يا فندم، اشكرك. انت شاكك في حاجه كده؟ الله الوكيل. اوعى اوعى اوعى. مستعجل؟ مش بقاش فاصل؟ مش انت بطلت السجاير؟ لسه بتشرب سجاير؟ طب ناخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعى تغير المحطة، هتروح في اي حتة. طول ما هو سيبني في الفاصل عمال اكل في الرز، كويس انه رحمني ورجع من الفاصل. كنت اخلص على الطبق. وبرضه البكوليات دي مش هسيبها. ناخد شويه بس على جنب كده تبرد عشان انا اقسم، عايز اكل. يا لهوي، استنى بقى يا عم، استنى بقى. ايه يا عم في ايه؟ انت على الهوا؟ طب ما تقول لي يا اخي ان احنا على الهوا يا اخي. انا بحسبك في وقت فاصل، بس انا بيني وبينك حوليت. بيقول لي انت عمال تغف واحنا على الهوا. والله قوم بقى. ايه حبه كده فريش كده اهو، واكمل. انا خلصت شغل، اكل بقى. عليك صور في الطبق. خليك في الطبق يا اخي. يا ساتر، دايما تطلع كده عليا خلوتي. بصراحة أنا ما كنتش متوقع إن هذا بقى. وبعملنا دول سندوتشات يا ابني. ما حر، أنا حر. ها؟ طب هات لي كيس بلاستيك. طب هات جرنان. ما هي حلوة، هعمل ايه يعني؟ حلوة. طب انا مش عارف اقاوم. تعالى. الست قالت لي عايزين نعمل فراخ بطريقة جديدة. واحنا على الهوا. والله العظيم. ربنا كرمنا وفعلا احنا عملنا النهارده فراخ بطريقة جديدة. بدبس الرمان. جبت الفرخة خليتها. لا وانا مفتح، لو حد يغمض يشتغل معاك.
وديت لها شويه الخضار بتوعها بقى وبتاع والحبزلمه وكل الحاجات اللي هي ايه الترابات التاتو ده. بس للاسف ان طلعت حلوه يعني. انا وانا مطلعها من الفرن فكرت البطاطس نيه طلعت حلوه. بيقول لي انت مش جاي تشتغل انت جاي تغدى. يا اخي طباخ السم بيدوق. ست مصطفى. ايوه ازيك يا عم شربين؟ ايه حاجه؟ اقول انا محتاجاك يا عم شربيني قوي. تحت امرك يا حاجه. كل سنه وانت طيب يا حاج مصطفى. يا رب ما يوقعك في بيئه ابدا. نعم. عليا وصل امانه ب 2000 جنيه ونص الحكومه بتبدلاني عشان جوزت بنتي. سيب رقم تليفونك والله المستعان. لو في حد ربنا هكرمنا ويساعدنا انا خدام سعادتك. قول يا رب. بشكرك يا ست وربنا فك ما علينا كلنا. طلال. ايوه السلام عليكم. عمي طلال سلام ورحمه الله وبركاته. من السعوديه من المدينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهل الرسول. اللهم صل. المهم انا اتشرف بيك يا شربيني واكلك الجميل الحلو. بس ناقصنا عاد الكبسه باللحمه يا باشا. على عيني على عيني. يا سلام غالي وطلب رخيص من عيني الاثنين. ومع السلامه يا باشا. والله قدامك يا عم طلال. على عيني يا حبيبي على عيني. اعمل لك كبسه على عيني. بشكر عم طلال من بلد الحبيب من بلد الرسول عليه الصلاه والسلام. بعد كده عملنا حبة رز بقى. حبة رز بمرض الله. لو هو سكت عليها في الفاصل كنت خلصت عليهم. بس هو لما لاني غوطت ودست زيادة راح ضحك عليا وراح واخد لي ايه قال لي اطلع من الفاصل عشان اشوف ايه الحاصل. يا عم احمد. يلا عم احمد. حمادة. حاولت اكلمها التانية يا حمادة. بعد كده بعد الرز الحلو اللي احنا شفناه ده عملنا شوية شوربة مش هسيبها خالص. شوربة البقوليات دي مش لازم نركز على اللحمة. مش لازم كل حاجة لحمة وفراخ يعني مرة كده بس تتاكل. نعمل حاجة فيها طعم حلوة. وحياة النعمة دي وحياة النعمة دي. لو قدام اللحمة ما انا واكل الا دي. وطبعا ما فيش قدام لحمة ولا احط قدام اللحمة. ابدعي ابتكري راضي البيت راضي العيال راضي الراجل اللي هو شغلته النهار دوت. بدل ما انت عمال هات 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 كف ايدك شوية عن جيب. كف ايدك شوية عن جيب. النهاردة الوجبة دي هتاكلوها 10 انفار مرتاحين زي الفل. 10 انفار كلام فعلا. تكلفتها هتجيب ورقه وقلم هتلاقي كلها العمليه مش هتعدي 60 جنيه. انت عايز حاجه مني تاني؟ يا اخي انا تعبت يا اخي انا اروح بقى. بشكر عم ابراهيم طمان، بشكر عم ابراهيم عز، بشكر كل زمايلي في الاستوديو. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.